كانت امبارح مباراة الدور الأول أقيمت على أو كانت مباراة الدور الأول أقيمت على استاد صالة استاد القاهرة، فاز بيها نادي الزمالك. امبارح كان في قمة في دوري كرة اليد للسيدات بين الأهلي والشمس، وانتهت بفوز فريق سيدات الأهلي بنتيجة 30-26 في المباراة اللي أقيمت على صالة نادي الشمس، وبكده بيحافظ سيدات الأهلي على صدارة البطولة برصيد 95 نقطة، فريق الشمس الثاني برصيد 87 نقطة، وفريق سبورتينج بيجي في المركز الثالث برصيد 84 نقطة، فريق الطيران عنده 80 نقطة، والزمالك بيجي في المركز الخامس عنده 79 نقطة. بفوز امبارح على الشمس سيدات الأهلي بيقتربوا بشكل كبير جدا من استعادة اللقب اللي فاز بيه فريق سيدات الشمس في الموسم اللي فات. خلينا نشوف لقاءات ما بعد مباراة الأهلي والشمس في دوري كرة اليد للسيدات، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا. الحمد لله بشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى وكده. ده كان اخر ماتش في الدور الثاني، وكان مهم جدا ان احنا اصلا نكسبه وكده، بحيث ان احنا يكون خلصنا ال 32 ماتش الحمد لله بدون ولا هزيمه، وبحمد ربنا وبشكر اللعيبه واحده واحده طبعا ان هم كمان كانوا هم تعبانين وفي نفس الوقت مضغوطين. السنه اللي فاتت كان عندهم الشمس كان رخم شويه، بس هم برضو بشكر فريق الشمس فريق محترم، بس هم كمان عندهم نواقص واحنا عندنا نواقص، عندنا المحترفه كمان ناقصه سندس، وعندي فريق برضو اصابات، وعندي مريم الشرباجي اصابات، وعندي حتى المساجين يارا وليلى كل ده اصابات اصلا، بس مدخلهم جوه الفريق وكده واحده واحده، وبنجهز ان شاء الله الفتره الجايه لدوره المجمعه ان شاء الله، ودعواتكم ان شاء الله نكسب الست ماتشات دوت وناخد الدوري ان شاء الله. هو بس شويه تركيز لما ركزوا شويه في الدفاع والجول صد وشويه في الهجوم، كل راح على الجون جاب جون، هو ده اللي فرق شويه بس احنا برضو عندنا النهارده اخطاء كتير قوي، ضيعنا على المرمى كتير جدا في العارضه وانفرادات وكده، ده اثر علينا طبعا في ماتش مهم يكون جامد طبعا ممكن ياثر وكده، بس ان شاء الله هنصلح الموضوع ده ان شاء الله وشويه تركيز يزيد، وان شاء الله ربنا يسهل في الست ماتشات الجايين ان شاء الله. طبعا كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، نادي الشمس فريق محترم واحنا عاملين له اعتبار كبير يعني، فالحمد لله سمعنا يعني كلام الكابتن ونفذنا كل حاجه ودرسنا الفرقه كويس، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب. ان احنا لازم ندافع كويس لان الدفاع هو اللي هيكسبنا، ونجري فاست بريكر، مش احنا عندنا الحمد لله البدني كويس فاحنا نقدر نفرق عن الفرق الثانيه بكده. الحمد لله احنا كسبنا، كان ماتش ليه ظروفه، احنا عندنا برضو اصابات في الفرقه، بس احنا الحمد لله حاطين جول في الفرقه ان احنا نعدي الاول الدور الاولاني والثاني، بنكون كسبانين كل الماتشات، فاحنا الحمد لله خلصنا الماتش ده. المرحله الجايه مرحله مختلفه تماما وليها حساباتها وليها تمريناتها، وان شاء الله ربنا وفقنا في الفترة اللي جاية. طبعا يعني كانت ماتش صعب جدا، والحمد لله ان هو عدى على خير وقدرنا نكسب، و يعني هو كان فارق معانا جدا ان احنا نطلع من الدور الثاني والدور الاول من غير اي خسارة، وده الحمد لله حصل يعني، فالموضوع فالماتش كان فارق معانا نفسيا جدا.